هذا اللي غينسيك في جميع المربيات اللي جربتي من قبل، مذاق صدمة، مربى السويلة أو الشمام بدون نكهات ولا إضافات. وهذا وقته بالي قبل ما يسالي. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. والله يجزيكم بخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعمل فائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السويريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. وهذا هو الموسم او الوقت ديال السويهله، علاش لا ما نستغلوش الفرصه ونحضروا بها احسن مربى. يعني كيجي واحد مربى خطير جدا في المذاق. يعني شريتي السويهله جاتك يابسه او قاصحه او باسله، ما تضيعيهاش ما ترميهاش، غتحضري بها اروع مربى. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا حبه ديال السويهله اللي غادي نقطعها على زوج. غسلناها في الاول بطبيعه الحال، كنقطعها على زوج وكنخويها يعني من داك الزريعه ديالها اكيد. بالنسبه للناس اللي بغاو يقطعوا السويهله طريطفات لكم الاختيار. كيف ما غندير ليها انايا كيف ما كتشاهدوا، غادي ناخذها وغادي نقطعها القطع كيف ما كتشاهدوا معايا، ومن بعد غنقطعها المكعبات او مربعات، وانتم لكم الاختيار. ممكن تقطعوا على الشكل هذا وتاخذوا الحكاكه الغليظه الجهه الغليظه وتحكوها. بالنسبه للناس اللي بغاو الطريطفات غتقطعهم بحال اللي قطعت انا، يعني المربى يكونوا فيه داك الطريطفات، كنقطعها مكعبات او مربعات صغيره. واللي بغى يعني الكونفيتير يكون يعني كله هو جاري، غادي تاخذوا هاد الشليلخات او هاد القطيطعات ديال السويله وغادي تحكوهم في الحكاكه الغليظه، وانتم لكم الاختيار. كيجي هاد المربى من اروع، وغادي ينسيك في جميع انواع المربيات اللي جربتي من قبل. كيجي المذاق ديالو خطير جدا، واحد النكهه وواحد الرائحه يا سلام. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما قطعت السويله ديالي كلها، هي يعني عطاتني تقريبا بعد ما حيدنا منها القشره وقطعناها كنوزنوها كنلقاو فيها كيلو. يعني في كل كيلو ديال السويله كنديروا 350 غرام حتى ل 400 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده. بالنسبه لهذيك الحبه اللي عندي كلها هي من قبل ما نقطعها وزنتها فيها كيلو و250 غرام، اي كيلو وربع. ملي قطعنا حيدنا يعني الزريعه وقطعناها وحيدنا لها الجلفه ديالها وزنتها لقيت فيها يعني كيلو. كيف ما كنقول لكم ونعاود نكرر، في كل كيلو ديال هذه الفاكهه ديال السويله كنديروا من 350 غرام حتى 400 غرام ديال السكر. كاين اللي يقول لي السكر يعني راه بزاف، لا راه هو هذاك، لان السكر هو اللي تيعطينا داك التعادل ديال الكونفيتير وكيجينا لماع وكيصبر لينا حتى مده اطول، يبقى لينا حتى العام. وبقاو معايا في الفيديو باش نشوفوا الطريقه ديال الاحتفاظ به. اكيد كنخلط داك السكر مع السويله كله هو ونخليه اقل حاجه واحد ربعه ديال السوايع، يعني ما كنخليوش يبات ليلة كامله، عفوا غير ربعه ديال السوايع حتى كيذوب لينا داك السكر وكيطلق الماء ديالو كيتجانس مع داك السويله تماما، كيولي على هذا القوام هذا بدون اضافه ولا قطره ماء نهائيا. كناخذوا هنايا الطنجره ديال الضغط ديالنا، وماشي ضروري ناخذوا الطنجره ديال الضغط لان ما غاديش نسدو عليه، غير الكونفيتير كيف ما كنعرفوا ضروري ما نخدموه في شي انيه اللي تكون ثقيله، اي سميكه ما تكونش خفيفه باش ما كيحرقش لينا. كنوضعوا هنايا هاد السويله ديالنا اللي ضفنا ليها السكر اكيد وخليناها تقريبا واحد ربعه ديال الساعات، وغادي نشعلوا عليها النار مجهده، يعني ما تكونش النار ناقصه او متوسطه، في الاول النار تكون مجهده. علاش كنديروا النار مجهده؟ باش دغيا كطلع لينا هاد الكشكوشه كناخذوا واحد المغرف تقريبا من با واحد دقيقه باش كنشعلوا عليها كتبدا تطلع لينا هاد الكشكوشه البيضاء اي الرغوه. كنحاولوا نحيدوها هنايا بالمغرف او بشي مصفات حتى كنحيدو، ما حدا هي كتغلى والكشكوشه كطلع. على العموم السويهله ماشي بحال المربى ديال المشماش او ديال البرتقال، كطلع لينا واحد الكشكوشه كثيفه وكثيره في نفس الوقت. هذه من با غير واحد حيت منها واحد ربعه او خمسه ديال المغرفات ديال الكشكوشه وصافي، ما بقاتش فيها داك الرغوه. ضروري ما نحيدو داك الرغوه باش ما تسبب ليناش المروره او واحد المذاق اللي كيكون غير مرغوب فيه، وكذلك ما كتبقاش داك المده الصلاحيه ديال المربى ديالنا اطول. في الاثناء اللي كنكونوا كنحيدوا الكشكوشه كنخليوه 15 دقيقه، اي 15 دقيقه على نار مجهده
كنحيدوا الطنجره ديالنا من على النار وكنهزوا يعني كناخذوا داك المغرفه وكناخذوا داك السويه اللي قطعناها طريطفات كتبان لينا انها ولات ترونسبارو بحال اللي ولات شفافه بالنسبه للناس اللي غيقطعوها هكا مكعبات واللي غادي يحكوها في الحكاكه راه كذلك ملي غتهزوا غيبان لكم داك الكونفيتير ولا لكم لمع من بعد 15 دقيقه اي ربع ساعه ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه كاع بالاكثر. عندي هنايا حبه عصير حامضه واحده اللي عصرتها تقريبا واحد ربع كاس من عبار كاس ديال العنبه ديال عصير الحامض، يعني حتى كنمروا المرحله الثانيه عاد كنديروا الحامض ما كنديروش في الاول. الدور ديال الحامض وهو ما كيخليش لينا هذا الكونفيتير يتسكر وكيزيد واحد المذاق، يعني كيزيدنا واحد الانتعاش في هذا الكونفيتير ديال السويله. انا خديت هنايا البغاميكسو واللي غادي نطحن به يعني هذا المربى ديالي، كنطحن نصف الكميه ما بغيتوش كله طريطفات باش يجيني نصو عقد ونصو طريطفات، وانتم على حسب ممكن تطحنوه في الخلاط الكهربائي تاخذوا نصف الكميه وتطحنوها في الخلاط الكهربائي او ديروا كيف ما درت انا طحنت مباشره في البراميكسور مباشره من بعد ما حيدنا الطنجره من على النار. كنطحن كيف ما كتشاهدوا معايا ونشوف انا على عيني ميزاني شحال بغيت ديال هاد الكونفيتير يكونوا فيه داك طروفه هكاك بارزين او بغيتهم يكونوا قلال. انا صافي اكتفيت بهاد الكيفيه هذه وكنرجعوا على النار لمده 20 دقيقه والنار تكون مرتفعه. فهاد الاثناء هذه بيد ما رجعت الطنجره ديالي على النار لمده 20 دقيقه كنمشيو نحضروا القريعات ديالنا. الطريقه ديال التعقيم ديالهم ولا بغينا هاد الكونفيتير يصبر لينا حتى لسنه كامله ويبقى كما هو بلا ما يضيع لينا، اي نوع ديال المصبرات كونفيتير او اي حاجه بغينا نعلبوها وتبقى لينا لمده سنه كناخذوا هنايا واحد سريبيته او واحد شي منديل اللي نمحيو به يكون نظيف وكناخذوا الخل الابيض. من الاحسن الا كنتوفر عندكم الخل الابيض كان احسن، كنديروا شويه ديال الخل الابيض في القريعات وكنمحيوه وكنركزوا حتى على الجوانب ديال القرع، يعني فين كنديروا الغطايه ضروري ما نمحيو بها بالخل جيدا. يعني هذه العمليه او هذه المرحله راها مهمه باش كيبقى لينا الكونفيتير المده اطول، وكذلك تنمحيو حتى الغطايات من الجوانب بالخل كيف ما كتشاهدوا معايا. هذه الطريقه ديال التعقيم بلا ما كنغليوهم في الطنجره او الى اخره سهله وبسيطه وجد عمليه كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد ما دازت 20 دقيقه على نار مرتفعه، يعني في المجموع ما بين 15 و20 دقيقه 45 دقيقه كيكون هذا الكونفيتير ديالنا او هذا المربى حاضر ناضر واجد وما نتسناوش عليه، يعني ما نتسناوش عليه في ذاك الاثناء ملي يكون كيطيب يعني يتقال لينا او يختار لينا بحال المربى ملي تيبرد. من بعد ما كيبرد عاد كيشد القوام ديالو الحقيقي، وكيف ما كتشاهدوا معايا ملي كنجهدوا عليه النار كيبقى اللون ديالو يعني كيف ما قطعنا هذاك اللوين الاخضر رائع جدا. وإلا قللنا النار وبقينا غادي ناخذ وقت اطول وكذلك المربى كيزيد ياخذ لينا واحد اللون شويه داكن على هذا. لهذا كنقول لكم غير جهدوا النار ما تخافوا والو، غير شوفوا الوقت المضبوط 45 دقيقه كيكون واجد. كيف ما كتشاهدوا معايا كيلو ديال السويله خرجت ليا جوج قرعات، كل قرعه تقريبا فيها نص كيلو يعني كتوزن 500 غرام، وهذا هو المربى ديالنا. من بعد ما فرغناه في القنينات او في القرعات وهو ساخن يعني من الطنجره وهو ساخن كنقوموا بهاد المرحله او بهاد العمليه، كنسدوا القرعات ديالنا مزيان مزيان وكنقلبوهم، يعني فيهم جوج ديال الفوائد اللي كنقلبوهم كنتاكدوا بان القرعات ديالنا ما كيتنفسوش وكذلك كنخليو داك الضغط ديالو يطلع للفوق وكتبقى لينا حتى لسنه كامله. ملي كنجيو نحلوها كنسمعوا داك بق ديال كيف ما كنشريوه من المحلات. كيف ما كتشاهدوا معايا كنخليو القريعات ديالنا مقلوبين حتى كيبردوا لينا تماما، يعني كنخليهم فوق سطح العمل حتى كيبردوا عاد كنردوهم للجهه العاديه ديالهم الطبيعيه سواء احتفظنا به في البلاكار او في الثلاجه ما كيوقع ليه حتى شي حاجه كيبقى كما هو. كيف ما كتشاهدوا معايا وهذا هو المربى ديالنا وهذا هو القوام ديالو، راه باقي ما بردش ليا مزيان مزيان باش كيعطينا داك الختوريه ديال المربى. المذاق ديالو يا سلام بدون اضافات ولا نكهات كيجي من اروع ما يكون، غير جربيه سيداتي وبالي قبل ما يسالي. وهذا هو وقت السويله، علاش لا ما تستغليش الفرصه وتحضري به من اروع المربيات اللي غادي تجربي وديري ستوك ديال سنه كامله، علاش لا. كنشكركم المتابعه وما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعمل فائده على الجميع. شكرا لكم والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، دائما مع السهل والسريع على قناه سكينه الصويريه.